تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام. لا طموحات سياسية لنا ونحن مع مرافقة الشعب، والجيش لن يحيد عن مهامه الدستورية. هذه أبرز تصريحات قايد صالح اليوم في أكاديمية شرشال العسكرية. قايد صالح مشاهدينا وعبر خطابه اليوم والذي يضاف إلى خطاباته السابقة منذ 22 فبراير الماضي يؤكد سطوة مؤسسة الجيش على المشهد السياسي، إذ لا حديث إلا حديثه. التصحر والاحتقان هما سيدا الموقف منذ الأسبوع الأول من بداية الحراك، حراك الكرامة والحريات كما سميناه، ولا مجال للصوت الآخر. ويكفي أن عشرات المبادرات قد صدرت فعلا عن عسكريين سابقين وعن محامين وأئمة ودعاة وسياسيين وأساتذة جامعات وشخصيات وطنية وتاريخية حتى. كل هذه المبادرات ضربت عرض الحائط. والغريب أيضا كما تساءل خبراء ومراقبون استمرار غياب خطاب التهدئة والطمأنة للشعب والتأكيد على أن الجزائر فعلا قد خرجت من عهد الاستبداد والفساد. هذا لم يرد بعد. لوحظ أيضا تأخير الحديث، إن لم أقل الإلغاء، للحوار الذي تمت الدعوة له منذ أيام، إذ بدا للجميع بأنه ليس من أولويات المؤسسة العسكرية. وهذا لم يظهر أيضا حتى أثناء لقاء عبد القادر بن صالح ورئيس الحكومة المرفوضة، أضع سطرا تحت المرفوضة شعبيا. الجزائر إلى أين فعلا؟ سؤال مطروح ومشروع من قبل الشارع وبإلحاح أمام قوة الحراك السلمي الذي يزداد زخما أسبوعا بعد أسبوع آخر، محافظا على انسجامه ورافضا لمختلف المناورات والالتفافات التي تطال صفه، والعمل على استمرار القطار إلى آخر محطة بتجسيد ماذا؟ إرادة التغيير الشامل بوضع اللبنة أو القاعدة الصلبة لبناء جزائر حديثة تقوم على المؤسسات الشرعية التمثيلية الدستورية وتحكيم القانون والقضاء المستقل والديمقراطية الحقة والتداول على السلطة عبر انتخابات ذات مصداقية وشفافة. هذه مشاهدينا هي أهداف الحراك منذ البداية. فلماذا يريد قايد صالح التهرب مما هو مطالب به من قبل الملايين من الجزائريين كما بدا ذلك في الأسبوع الماضي الجمعة 18؟ أعيد ذلك مرة أخرى بأنه لا طموحات سياسية لنا، بل أن مبلغ طموحاتنا هو خدمة بلادنا والمرافقة الصادقة لهذا الشعب. قايد صالح يخرج مرة أخرى من شرشال ليقول إنه ينتظر من الشعب الجزائري تفهما، كما نفى أي طموحات سياسية لقيادة الجيش الوطني الشعبي. الشعب الذي يخاطبه قايد صالح في كل مرة يريد أن يصدق رئيس الأركان، ولكن ليس قبل أن تصدق أفعاله أقواله. كيف يتفهم الشعب الجزائري قائد الجيش وهو يصر على تجاهل مطالب الحراك؟ كيف يصدقه بأن لا طموحات سياسية له وهو الذي اختزل كل السلطات بيده، بداية من التمسك ببقايا نظام بوتفليقة وانتهاء بحجب المواقع واعتقال المعارضين ومنع الرايات المعبرة عن انتماء ثقافي أو سياسي؟ سلطة قايد صالح ليست طموحا افتراضيا يريد أن ينفيه، ولكنه واقع معيش لا يقبل النكران. تلقى رئيس المؤقت والغائب عبد القادر بن صالح تقريرا من رئيس الحكومة حول إعادة بعث المسار الانتخابي. رئيس لا سلطة له، يبحث في انتخابات ليس هو من يقرر في شأنها، مع رئيس حكومة متورط في تزوير الانتخابات تطارده صيحات المتظاهرين كل جمعة بالرحيل. من سخرية الحكم في الجزائر أن يدعي بن صالح ورئيس الحكومة سلطة لا يملكانها، وصاحب السلطة الفعلية يريد أن ينكرها. قوتنا هي الوحدة الوطنية والوحدة الوطنية. الحراك الشعبي وشعاره يتنحى وقاع هو حل لازدواجية سلطة تختبئ وراء مؤسسات دستورية سورية. السلطة لا تكون شرعية حتى تعبر عن الإرادة الشعبية أو توصف بالمغتصبة،
وعلى جايد صالح أن يختار بين رفع القيود عن الحقوق والحريات والكف عن قمع المتظاهرين وتحرير كل المعتقلين السياسيين ومسجوني الرأي، كما طالبت اليوم تنسيقية عائلات المختطفين والمساجين السياسيين، إضافة لقوى البديل الديمقراطي. قضية وطنية، مساجين سياسيين، قضية وطنية. أرحب بكم مجددا مشاهدينا الكرام، كما نرحب بضيوفنا من أساتذة ومحللين وحقوقيين سيصطحبوننا في إطار النقاش في هذه الحصة. طبعا سنتحدث عن الطلبة، عن لقاء عبد القادر بن صالح وبدوي رئيس الحكومة المرفوضة شعبيا، ثم هذه الخرجة التي تضاف إلى باقي الخرجات التي ما فتئ يقوم بها قايد صالح قائد الأركان اليوم في شرشال الأكاديمية العسكرية أقصد. نبدأ بالجزائر ثم نأتي إلى ضيوفنا في الخارج، طبعا كلهم جزائريون. نبدأ بالأخ خالد حسن، المدير بل رئيس تحرير مجلة العصر الإلكترونية. خالد، ماذا يمكن أن نعلق أولا عن انتفاضة الطلبة أمس الذي قاموا به يضاف إلى باقي الأيام التي فعلا خلدهم التاريخ بها، زخم وراء زخم عبارة عن وقود لهذا الحراك الطلبة، كيف نقيم خرجة أمس للطلبة؟ بداية شكركم ولاستضافتكم. شكرا لك. تحية لضيوفي وللمشاهدين والمستمعين. الحركة الطلابية، الرفض الطلابي جزء من الحركة الشعبية الجماهيرية، بل كانوا في قلب هذا الحراك منذ اليوم الأول، وقد حضرنا وشاركنا معهم بعض أيامهم، وهي أيام تاريخية بطولية. هذا الطالب الذي أهين، هذا الطالب الذي مورست ضده سياسات التجهيل والاحتقار والإهانة، ظهر منه ما لم يتوقعه أكثر المتفائلين. ظهر عقله وظهر نصبه وظهر صموده، وحاولوا، وأنا شاهد على أكثر هذه المحاولات، حاولوا إجهاضه وحاولوا ضرب أضعاف بعضها ببعض، وحاولوا تفكيكه من الداخل، وحاولوا توجيهه، وحاولوا اختراقه، وتجاوز كل محاولة الهدف بحركه، وهذا إلا أن يكون لبنة في هذا الصرح الرائع الذي لم تشهد جزائرنا الحبيبة، لم تشهد مثيلا منذ الاستقلال. هذا التوجه الطلابي القوي الصامد أشهد بقوة الحراك الشعبي. بل في جمعة، هنا الجمعة، وكانت الجمعة الأولى في رمضان، أذكر يوم قال لي طالب من الطلاب المنظمين للمسيرة والتظاهرة، قال انتهضنا باكرا هذا اليوم، يوم الثلاثاء الأسبوع الأول في رمضان، حتى نصمد حراك يوم الجمعة، لأنه رمضان والقيد والحر والصوم، حتى على الأقل نعطي جرعة ودفع قوي لحراك يوم الجمعة. فنحن جزء من هذا الحراك ولسنا قليلا عنه، ولله الحمد والمنة أظهر من القوة والصمود ما يستحق كل التحية وكل هذا المجد. هذا مسخرة الجزائر، رغم سياسات التجهيل ورغم سياسات التهميش والإقصاء والاحتقار التي مورست به طيلة عقود من زمن. أريد أن يكون أن يصل صوتك بوضوح أفضل مما كنت عليه، ربما الشباب يعيدون الكرة لعلنا نظفر بصوت أوضح لنا وللمشاهدين. أستاذ سفيان، نرحب بك من جديد. أستاذ سفيان شويتر، المحامي والخبير في العدالة الانتقالية والمحلل السياسي، ماذا يمكن أن نقول عن الطلبة؟ الجميع يصف الطلبة بأنهم فعلا وقود هذا الحراك الشعبي أمس، يضاف إلى باقي الأيام الأخرى، نزول للشارع يوم حاشد في الحضور السلمي طبعا، رغم مسألة العلم وما اتخذته من أبواب للفتنة، ولكن مع ذلك الطلبة أكدوا على المطلب الرئيس للحراك وهو تغيير النظام نحو جزائر جديدة وحديثة. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية طيبة للجميع. شكرا. نعم، في الحقيقة أولا أحيي، يعني أحيي الإخواننا الطلبة الجامعيين في الجزائر وحتى الثانويين الذين في الحقيقة أثبتوا منذ 22 فبراير الوعي العالي في الوضع وروح المسؤولية التي يمتازون بها، رغم المحاولات القمع والاستفزاز والضرب والمناورات، ولكن تمكنوا من إثبات روح المسؤولية التي يتمتعون، لأن في حقيقة الأمر كل الحراك أو كل الحركات التغييرية
في المجتمعات بغض النظر عن هذه المجتمعات، دائما الوقود الحقيقي هي الشباب والطلبة. الطلبة هم في الحقيقة يعني القوة الضاربة في كل المجتمعات التي عرفت الحركات التغييرية. دائما كانوا هم الطلبة، لأن في الحقيقة هم النخبة أو النخبة المستقبلية للمجتمع الجزائري. رغم الظروف الصعبة، رغم انعدام الإمكانيات في الجامعات التي منذ أكثر من 30 سنة أو أكثر من 30 سنة، هذا النظام الفاسد الذي عوض أن يشجع البحث العلمي وتمكين من الجامعات أن تكون في نفس المستوى العالمي، ورغم ذلك فأثبت هذا الطلبة الوعي السياسي والروح المسؤولية. أعتقد أنهم استجابوا للنداء يعني الوطن، وهو النضال السلمي من أجل التغيير الجذري والشامل لطبيعة النظام السياسي. لأن في الحقيقة لماذا هذا التغيير والمطالب التغيير الشامل والجذري؟ لأن الخلاص الجزائر الصليب الجزائري لا يكون إلا بتغيير النظام. بقاء النظام، هذا النظام الفاسد، النظام المستبد، هذا النظام المجرم، ففي الحقيقة سيؤدي إلى فناء هذه الأمة الجزائرية. وبالتالي فالطلبة كأي فئة من فئات المجتمع ومنذ 22 فبراير تحملوا المسؤولية ويناضلون يومين من أجل هذا التغيير لإنقاذ الجزائر من هذه العصابة الفاسدة. نعم، أعود لك خالد. أنت قلت في إحدى المداخلات لك، هي مسجلة في الفيسبوك، أنه الشباب الجزائري اليوم صار أكثر وعيا عما كان عليه. قلت أنه عايشت الفترات الماضية، انتفاضة أكتوبر، فترة التسعينات، وما تشهده الجزائر اليوم، وقفت على أنه هذه المسيرات أكدت أن الجزائري، جزائري اليوم، مواطن اليوم أكثر وعيا، أكثر انسجاما، أكثر تمسكا بوطنه، أكثر إرادة من أجل التجسيد أم من أجل التغيير. أستاذ عثمان، هذا ما أشهد به. نعم. هذا ما رأيته بعيني، وكما قيل ليس بعد العيان بيان. رأيت وعيا لم نسبق إليه، رأيت وعيا غير مسبوق. شاركت في تظاهرة 5 أكتوبر وكنت شابا يافعا في التسعينيات وما بعدها، لكن هذا للتاريخ لم أرى وعيا مثل هذا الوعي. وعي متدفق، نضج سياسي، قوة صمود، تجاوز للصراعات الإيديولوجية السياسية. ربما الكبار يعني الأربعينات الخمسينات من شهدوا عقود السبعينات والثمانينيات وما بعدها، ربما يحملون قدر من الإرث الإيديولوجي والفكري، إرث الصراعات التاريخية والسياسية. لكن هذا الوعي الذي راح منذ 22 فبراير، هذا وعي تجاوز كل الصراعات الإيديولوجية والفكرية والسياسية، وحتى السلطة يعني لإفلاسها وانحطاطها الأخلاقي وإفلاسها السياسي عبثت، حاولت أن تعبث بكل الأوراق، حاولت أن تشعل النيران، أن تشعل الحرائق، ما تركت ورقة مدمرة، ورقة مضللة خادعة إلا واستخدمتها ورقة الدين، الصراعات الإيديولوجية، العلمانية والإسلاميين، الهوية الأمازيغية، لكن ورقة المناطقية. لكن هذا الوقت تجاوز كل حدث، وهذا الذي ترك السلطة في حيرة، تركها مضطربة، تركها منقسمة على نفسها، تركها في حيرة من أمرها. يعلم إخواني أن السلطة الآن تتخبط، السلطة الآن محتارة في أمر هذا الحراك. السلطة لم تكن تتوقع يوما ما أن هذا الشعب بهذا الوعي، رغم سياسة التفقير ورغم سياسة التجهيل، لكنه أظهر من الوعي ما لم يتوقعه أحد. ولهذا بمعنى أمس أستاذ خالد لم يتأثروا بخطاب قائد الأركان من بشار الأسبوع الماضي لما ندد بما سماه هو الرايات الأخرى، لم يتأثر الطلبة بذلك؟ بدليل أستاذ، مطلقا، البتة مطلقا، بدليل أن أكثر شعارات الحرب كل هذه قيادة الأركان، خريطة الطريق ذات الغيرات، كل هذا ترسل القيادة الأركان، بل لعلهم من سوء تدبيرهم وتقديرهم أنهم ورطوا أنفسهم في الصراع وأصبحوا طرفا مخزية للصراع. كنا نتمنى أن يكونوا قوة دفع، كنا نتمنى أن يكونوا قوة مرافقة كما يذكرون، لكن هذا من صرف القول. لم أرى من المرافقة شيئا، بل
رأينا قوة محصلة، بل رأينا قوة مدمرة. هذا الذي يستعمل أوراق الأمازيغية والجدل هوية أوراق المناطقية، هذه قوة مدمرة. هذا يشعل نيران، وأبشرك أنهم يشعلون النار والحراك يطفئها. كلهم أوقدوا نارا لفتنة أطفأها الحراك بوعيه وتماسكه وصموده. طيب أستاذ سفيان، أكيد لديك كلمة حول هذا الوعي المتزايد لدى الطلبة أمس، خاصة تفويت هذه الفرصة أو تفويت ما سمي بمحاولة الالتفاف والمناورة لقلب الحركة وإشغاله بنفسه أو تفتيته مسألة الرايات وما إلى ذلك. أمس الطلبة كانوا في الموعد في هذا اليوم الحاشد، ولكن تمسكوا بالانسجام بالوحدة وعدم التأثر بما قاله قايد صالح. لا يعني المجتمعات بمرور يعني بمرور المدة الزمنية يتطور، ومن بين التطور والتطور الوعي السياسي، خاصة بعد ظهور ثورة المعلوماتية بوجود الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي والقنوات، خاصة القناة المغاربية، قناتكم المغاربية، التي لعبت دور كبير في ازدياد الوعي تقريبا منذ نشأتها، يعني 7 سنوات أو أكثر من 7 سنوات. هذا يؤدي في الحقيقة الأمر إلى فشل منظومة الدعاية أو الحرب النفسية التي كانت ربما لديها فعالية. ضيفك الكريم تدخل على ربما قال على الأجيال السابقة، ربما وقعت في الفخ لظروف ما، لمرحلة ربما لم تكن هناك قنوات مستقلة، لم تكن الانترنت وشبكة التواصل الاجتماعي، وبالتالي تمكين النقاش والحوار ما بين الناس والمعلومات، نقل المعلومات، أدى ربما أنها يقع المجتمع أنذاك في الفخ تاع الحرب النفسية والدعاية التي كانت تستعمل من قبل الطغمة العسكرية الحاكمة. الآن ربما تطور، لأن الانترنت وهذه المواقع التواصل الاجتماعي والقنوات التلفزيونيه الموجوده، خاصه البعيده عن قمع السلطه الحاكمه، تصبح في الحقيقه تشكل خطرا على الانظمه الاستبداديه. يعني الانظمه الاستبداديه ليس فقط في النظام الجزائري، يحاول كيف حجب بعض المواقع، والنظام الجزائري اعتقد انه حاجه موقع الالكتروني للموقع تي اس اعتقد، واجيري بارت، وموقع الرسمي للكونفدراليه للشغل او لاحد النقابات الى اخره. هو محاوله بعض الانظمه من الصين من الجزائر كيفيه التحكم في الانترنت، ولكن ربما الثوره التكنولوجيه لا تتمكن او لا تسمح بهذه الانظمه من التحكم، وبالتالي النقل المعلومه، هذا النقل المعلومه. ويعني انا شخصيا اشاهد القناه المغاربيه عن طريق الانترنت، يعني البث المباشر عن طريق اليوتيوب الى اخره، اتابع عن ذلك، وبالتالي هذا سيؤدي الى المزيد من نقل المعلومه والمزيد من الوعي، وهذا ما وقع في الجزائر في الحقيقه، وهو ازدياد الوعي السياسي، وافشل محاوله كما قلت الحرب النفسيه. يعني النظام فشل، التخويف بسوريا، التخويف بليبيا، التخويف بأن الحراك قبل 22 فبراير، أتذكر أن يقال أو الدعاية قالت أنه وراءهم اليهود والصهاينة إلى آخره، وهذه فشلت في الحقيقة الأمر، واستجاب الشعب 22 فبراير، الكل خرج إلى الشوارع يتظاهر بشكل حضاري وسلمي، وفي الحقيقة العدو اللدود لهذه الأنظمة الاستبدادية، الأنظمة الفاسدة، هو الوعي السياسي لدى الشعوب. وعندما يكون عند الوعي السياسي عند الشعوب، في الحقيقة كذلك ليس يشكل خطر الأنظمة، ولكن يعطي الأمل على أن البلد لن يروح إلى يعني إلى الانهيار في الحقيقة. عندما يكون عندك شعب واعي، في الحقيقة الشعب الواعي لن يترك بلده يذهب إلى الانهيار كما وقع في بعض البلدان أو بعض المجتمعات الأخرى. تمام. الآن مشاهدينا الكرام، نأتي إلى ما سمي بلقاء تشاوري أو عرض الأوضاع الاجتماعية الاقتصادية، خصوصا بين بن صالح رئيس الدولة المرفوض إلى جانب من نصب على الطاقم الحكومي وهو المرفوض أيضا نور الدين بدوي. ذلك اللقاء الذي جرى في الجزائر العاصمة طبعا عند عبد القادر بن صالح، ولكن لوحظ غياب الحديث إطلاقا عن الوضع السياسي
وعن الانتخابات المقبلة وعن الحوار الذي دعت إليه مؤسسة أو سلطة الأمر الواقع. خالد، أعود لك من جديد، ماذا يمكن أن نعلق عن هذا اللقاء أو على هذا اللقاء؟ لقاء الشخصين المرفوضين شعبيا من أسبوع إلى أسبوع آخر، عبد القادر بن صالح ونور الدين بدوي. غالب ما تسرب للإعلام، وأنت تعرف أنه نعاني من انعدام الشفافية، هو أنه تكلموا عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، أما الأمر السياسي اللي هو لب الأزمة فلم يتعرض الشخصان له إطلاقا. والله أستاذ عثمان، أصارحك الرأي أني لما أتابع من فترة لا أتابع أخبار هذه الحكومة لأنه لا وجود لها أصلاً، يعني وجودها كعدمها، بالإضافة إلى أنها مطاردة محافرة من الوعي الشعبي، لا تكاد تجد وزيراً أو مسؤولاً إلا وهو يحافر ويأتي خفية ثم يغادر سريعاً. الحكومة أصلاً تجاهلها الشعب وتجاهلها الحراك، ثم يكشف هذا الضيق في التناول هذا الازدراء وهذا التهميش لقضايا الحراك ومطالبها، شعب بالملايين في الشوارع والساحات والميادين أسبوعيا ثم لا تعالج أي من مطالبه، هذا يعني قمة الإهانة والاحتقار. ثم أنا لا أعذرهم من جانب واحد، أنهم ليسوا أكثر من موظفين عند قيادة الأركان، كانوا موظفين عند إقامة فرنسا في عند عصابة بوتفليقة، الآن تحول الموظف، والموظف هو هو الأخير هو هو، لكن رب العمل وصانع القرار وضائع القرار انتقلت من فرنسا إلى طقارة، انتقلت من عصابة بوتفليقة إلى قيادة الأركان، وهم في الأخير ليسوا إلا موظفين، لهذا تجدهم لا يتناولون إلا ما يمنع عليهم. لا يستطيع أصلا الآن بن صالح لا يستطيع أن يحدد ولو جدوا الأعمال لمرحلة قصيرة لشهر شهرين لفصل إلا ما يملى عليه. طيب، ولكن في خطاب العشر دقائق لعبد القادر بن صالح، يا أستاذ خالد، قلت خطاب العشر دقائق لبن صالح كان قد دعا فيه للحوار، وأنه على نحن لابد أن ندخل هذا الحوار وأن لا نفوت الفرصة ويجب أن لا نضيع الوقت، واتهم من سبقوه بأنهم ضيعوا الوقت كثيرا على الجزائريين، ولذلك علينا أن نغتنم هذه الفرصة عندما تحين الحوار، لا بديل عن الحوار. ها هو الآن يبتعد كليا عن مسألة الحوار. نعم، الآن رسالة اليوم غير مفهومة أصلا، رسالة اليوم لم يفهمها أكثر الشعب، لم يفهم ما يعني ولا مضمون هذه الرسالة، وهذا مشكل أزمة، هذا يعكس وجود أزمة عميقة في هذه السلطة الفعلية، في هذه المجموعة الحاكمة الآن، لا خطاب، لا رسالة، لا مبادرة، لا خريطة طريق مقنعة، هذه سلطة مفلسة، سلطة الآن كشفت عن زيفها وكشفت عن إفلاسها سياسيا وأخلاقيا، سلطة بالله عليك أستاذ عثمان، كيف تطالب من الشعب أن يستجيب لمطالب الحاكم الفعلي؟ إذن بهذا المنطق الشعب هو الآن هو السلطة الجائرة، والسلطة والنظام هو المظلوم المضطهد من هذا الشعب.
بالله على أي عقل سياسي هذا الذي يطلب من الشعب أن يستجيب للحاكم الفعلي، أن يستجيب للسلطة، وكأن السلطة طغت على هذا الشعب، فخرجت طائرة عليه، وكأن السلطة هي التي طغت على الشعب، هي التي تحركت ضد هذا الشعب. المطلوب العكس، الرسالة المطلوب من الشعب اليوم أن يستجيب لهذه السلطة. وعجبا وعجبا، أي منطق من هذا؟ يعني السلطة الفعلية الآن فوق الشعب وفوق البلد وفوق الجزائر، والمطلوب من الأدنى أن يرتقي إلى الأعلى، والأدنى هو السلطة، والأدنى هو الشعب والبلد، والأعلى هي السلطة الفعلية. هل هذا منطق؟ بالعكس، كل رسالة، كل رسالة إلا وتثبت أكثر من سابقتها أن هذا أن هذه السلطة الفعلية أفلست وفقدت كل مصداقية، رغم استعمالهم لخطاب ما يسمى النوفمبري، استعمالهم لأسف التاريخي الباديسي والنوفمبري، واستعمالهم لما يسمى حرب ضد اللوبي الفرنسي، وكلها أوراق وهمية مخادعة مضللة. استاذ سفيان، سأعودك استاذ خالد، سأعودك استاذ خالد، سأعود إليك بعد لحظات. استاذ سفيان، ماذا يمكن أن نعلق على هذا اللقاء؟ وفي الأذهان أكبر مصيبة هي مسألة تفويت الفرص على الجزائريين وإشغالهم بتلك الشعارات البراقة الفضفاضة التي سبق أن علقت عليها أنت وضيوفنا منذ سنين، لا أقول منذ أسابيع. مسألة مثلا طبع النقود، التمويل التقليدي، زمان السنوات الأخيرة أحمد ويحيى يعني كسرنا روسنا بحكاية طبع النقود، بعد يومين إجابة بدوي قال لا خلاص هذا انتهينا منه، ما عادش نطبعوا المليارات الدينارات الجزائرية. يعني هذا مثل ما قال أستاذنا خالد، تخبط، أزمة عميقة في الطاقم الحكومي المرفوض شعبيين. ماذا يمكن أن نعلق على هذا اللقاء الأخير؟ لا، واللقاء يعني ما هوش حدث، يعني في الحقيقة هي شبه مسرحية القراقوز. ضيفك الكريم تكلم على أنهم موظفين، يعني هو احترم أعطاهم نوع من الاحترام لذات الأشخاص، لأن مهما يكون نحترم الأشخاص لبني آدم، ولكن هم في الحقيقة خماسة، يعني قراقوز يستغلهم. وهذا مسرحية كانت معروفة منذ 62، النظام العسكري الذي استولى على الاستقلال، على حرية الشعب الجزائري، كان محتاج إلى الواجهة المدنية، الواجهة المدنية التي قاد عاش يعني تقريبا أكثر من 50 سنة وهو يعني عايش، ولكن لديه يعني شكليات واجهة مدنية، وبفضل الحراك 22 أسقط، يعني دمر هذه الواجهة المدنية، وأصبح وفرض على المؤسسة يعني العسكرية أو قيادة الأركان الجيش، وهو الحكم الفعلي والحقيقي والغير شرعي، فرضت عليه أنه يمارس السياسة، ويقدمون خطابات سياسية تقريبا أسبوعيا، يعني كل أسبوع في بعض الأحيان مرتين أو 3 مرات في أسبوع، البعض مرات خطابين أو خطاب في كل أسبوع، وهذا بفضل الحراك، بفضل مقاومة الشعب الجزائري وهذه الثورة السلمية. أما الكلام على الحوار، في الحقيقة الحوار ماناش محتاجين الحوار، لأن الحوار موجود ومنذ سنوات، الحوار كان موجود على قناة المغاربية، كان فيه جدال ما بين الرؤية المختلفة، كانت تشارك فيه يعني كل الأطياف، كانوا فيها جنرالات كانوا يشاركوا ضد جنرالات، كانوا يجادلوا لهم أحزاب سياسية من تيارات مختلفة وفي بعض الأحيان متناقضة، يعني من الإكستريم للإكستريم. هذا كان حوار، هذا كان حوار مع ممثلين السلطة ومع السلطة ومع المعارضين ومع المجتمع نفسه، والمجتمع يتحاور في الحقيقة الأمر يتحاور. أستاذ سفيان، هل نفهم أستاذ سفيان أنه قفزة أخرى نحو المجهول بهذه التصرفات، أنه نور الدين بدوي ولا عبد القادر بن صالح لا يستطيع أن التحرك إلا بأمر من قيد الأركان، تحدثوا عن كذا ولا تتحدثوا عن كذا، استقبلوا فلان ولا استقبلوا فلان، هكذا الشارع الجزائري الآن يستشف الأمور. هذان الشخصان مثل ما قال الأستاذنا أيضا خالد أنه لا صلة لهما بالشعب الجزائري طالما هما مرفوضان. لا، هناك قطيعة، هي قبل 22 فبراير هناك قطيعة ما بين الشعب وهذا النظام، وكانت تتجلى في قطيعة الانتخابات المسرحياتهم، كان الشعب يرفض المشاركة، البعض سماه العزوف، البعض سماه أعطى تحليل، ولكن في الحقيقة كان موقف سياسي. نعم. كان موقف سياسي أنه خلاص الشعب لا فيه القطيعة مع هذا النظام إلى غاية ما يسمى ب 22 فبراير، لأن كان ما يسمى بالعهدة الخامسة وهي القطرة التي أفاضت الكأس. هنا استجاب الشعب إلى ضرورة النضال في الشارع،
وممارسة الضغط المتواصل على هذه المنظومة الحكم الفاسدة إلى غاية الرحيل، لأن المطلب الشعبي هو المطلب الرحيل، التغيير النظام بشكل جذري والشامل. وبالتالي هذه المسرحيات عوزير وهذه لا معنى لها، يعني حتى الوزراء مرفوضين من قبل الشعب، الولات اللي هم ممثلين ما يسمى بالواجهة المدنية على المستوى المحلي مرفوضين من قبل الشعب. هناك إذن قطيعة حقيقية يا عثمان، من 62 إلى يومنا هذا النظام ما قدرش حتى يقيم نظام سياسي مستقر، يعني تقريبا 50 سنة وعندنا خمس على الأقل خمس دساتية تحت مسميات التعديل، ولكن لو تدرس هذه التعديلات الدستورية تراها دساتية جديدة. كل رئيس اللي يجيبوه، كل واجهة اللي تجي يجيب دستور، وبالتالي هذا النظام الذي يستولى على 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 الاستقلال الشعب الجزائري منذ 62، والذي أجهد يعني أجهدت سيادة الشعب في المجلس التأسيسي الذي ينتخبه الشعب 62، ما تمكنش أنه يقوم بالنظام مستقر، يعني نظام سياسي. 50 سنة يا أخي ما قدروش يديرون نظام سياسي مستقر، والآن انكسر هذه الواجهة، هذه اللعبة انكسرت انكسارا تاما. الشعب رافضهم، رافض الواجهة. وعما يقول ربما هذا الخطاب ربما نطرق إليه فيما بعد، الجايتسال عن القيادة العسكرية ليس لديها طموحات سياسية. هذا سنأتي إليه أستاذ سفيان، هذا المحور سنأتي إليه. قبل أن ننهي أولا حوار هذا اللقاء، لقاء الشخصين المرفوضين شعبيين، أستاذ خالد أعود إليك من جديد. بالمناسبة ونحن نتكلم عن الطقم الحكومي، ألا يجدر بالجزائريين أن يتكلموا عن هذا الوقت الرهيب، الوقت الذي أهدر خلال هذه السنوات كلها، وهم يتكلمون عن محاربة الفساد، وهنالك هيئات ومجالس وهياكل لمتابعة المفسدين، وفيما بعد تبين للجزائريين جميعا بأن هؤلاء الذين كانوا يتكلمون عن هذا هم الآن مفسدون، الدليل هم في السجن الآن في الحراش. قبل سنتين أحمد ويحيى كان يتكلم يقول أنه ما فيش حل للاقتصاد إلا طبع الكائن مزيد من مليارات الدينارات الجزائرية. الآن جاء بدوي، ماذا قال الجزائري؟ قال لا، لابد علينا التوقف من هذا، هذا ليس حلا اقتصاديا. حتى المنظمات الدولية الاقتصادية تقول ليس حلا للخروج من الأزمة الاقتصادية. الآن بدوي خلاص قال لابد أن نتوقف من طبع أو ما يسمى بالتمويل غير التقليدي. ماذا يمكن أن نعلق عن هذه الحكومة، عن هذه الحلول التي يراها الجزائريون بأنها عبارة عن مضحكة فعلا؟ معذرة الأستاذ عثمان، هذا الذي أخرج ويحيى هو نفس النظام، النظام نفسه الذي تخرج منه بدوي، هو النظام نفسه الذي صدر لنا بن صالح، وهكذا نظام لم يتغير. العالم كله من حوله تغير، شعبه تغير، العالم من حول بيئته بيئته المحلية، الجيران، دول الجوار، الإقليم، كل الموازين القوى المحلية والإقليمية والدولية تغير، إلا هذا النظام ظل حديثا وفيا لعقله الضيق لإفلاته. والمشكل أنه الآن هذا العصابة التي يتحدثون عنها، هذه العصابة كم تمثل من النظام؟ لو توسعوا في الاعتقالات وتتبعوا خيوط الملفات والفساد، ربما لوجدنا من دون مبالغة 80-90% من رؤوس هذا النظام وضع كلهم إلى سجن حرش، وقد لا يستوعبهم الحرش، يحتاجون إلى بناء سجن آخر للعصابة. هذا النظام خلاص، النظام كله عصابة، النظام أخي أستاذ عثمان كله عصابة. الذي تغير أن عصابة قذفت بعصابة إلى السجن لإنقاذ مجموعتها، في الأخير هي عصابة نفسها بدليل أنه بدوي من العصابة، بن صالح من العصابة، والمجموعة المسيرة للحكومة والعقل السياسي المخطط المسير للحكومة هو من العصابة. إذا ما الذي تغير؟ لم يتغير شيء، فقط الذي تغير جزء لا يتجزء من العصابة ويبقي عليهما. نعم، ثم الذي تغير فقط كان القرار يصدر من فيرالدا، الآن أصبح يصدر من طاقة من وزارة الدفاع. إذن في الأخير لم يتغير شيء. ثم أمر آخر، أن هذه العصابة التي يتحدثون عنها
هل بالله عليك هل قرأت بيانا موضحا للنائب العام يكشف عن الملفات أو عن التحقيقات أو عن سير التحقيقات أو عن حقيقة التهم؟ ثم جزء كبير من فساد هذه العصابة مرتبط بوزارة الدفاع بعقود مع وزارة الدفاع. هل تحدثوا عن الشق العسكري وزارة الدفاع في هذه الملفات؟ فهذه الانتقائية في التحقيق والانتقائية في الفساد تكشف بما لا يدعو مجال للشك أنه مجرد مسرحية لامتصاص الغضب الشعبي لتبيير دائرة من دوائر الفساد من العصابة الفاسدة لتحكم من بعدهم. ثم أذكرك والأيام بين الأستاذ عثمان سنرى ما رأه ثوار المصريون في ثورة يناير المباركة من مباركة ثلاث أربع سنوات ينتجوننا لنا رئيسا مزيفا، ثم هذا الرئيس المزيف هو الذي يعلن براءة أو يخفف الحكم عن العصابة التي في السجن. طيب خليك معنا سيد خالد. وأصبح المجرم المتهم هم الثوار. طيب خليك معنا سيد خالد سأعود إليك. انضمن النقاش الآن مشاهدينا الكرام الأستاذ مصعب حمودي الباحث الأكاديمي المحلل السياسي. مصعب، وصلنا إلى هذا اللقاء، لقاء الشخصين المرفوضين شعبيا، أقصد عبد القادر بن صالح ونور الدين بدوي. أبرز ما يستشف من هذا اللقاء هو أنه لا حديث عن الحوار، 10 دقائق هكذا خاطب بها بن صالح الجزائريين على أساس أنه لا بديل عن الحوار، الحوار هو الحل للخروج من الأزمة، وإن الجزائريين فوتوا فرصا عديدة وكذا كذا. ولكن هذا اللقاء ينفض بدون أي إشارة للحوار أو الانتخابات أو حل شاف وواف للخروج من المأزق. مساء الخير. مساء النور للمشاهدين الكرام. نعم، لأنه هذا النظام الآن لا يستطيع حتى أن يحجب نياته الحقيقية، هو يأتينا كما هو، يعني وكأنه يقول يريد فرض منطق ما من نوع الأمر الواقع. لذلك فأنا قلت على الحراك أن ينتبه وأن يفتح الأعين، لأني أرى أن هناك نية مبيتة للدخول في حالة انقلاب وبصيغة بطيئة ودون يعني أن تذكر باللفظ. فهو الآن لا يحجب حتى نيته الحقيقية، يقول ها أنا ذا أسوق خطابات فيها الكذب، أسوق خطابات وفي الميدان أقوم بأفعال أخرى. والآن بعدما تخلى صراحة عن المادتين 7 و8 هو يتخلى حتى عن لفظ الحوار الذي أتى به هو. فهناك هذه الحالة، يعني أنا لا أنظر طبعا إلى الشخصيتين اللتين ذكرتهما، لأنه علينا أن نرى ما وراءهما، وما وراءهما هو الحاكم الفعلي، والحاكم الفعلي ليس فقط قايد صالح، وإنما حتى بعد قايد صالح هي المجموعة، هي قيادة الأركان التي هي الآن بصدد الدخول في حالة ليس قيادة أركان، لأنها إذا كانت بمنطقة الانقلاب تصبح تسميتها هي الطغمة العسكرية، لأنها لم تعد قائدة للأركان لأنها بصدد تنفيذ انقلاب. فلذلك الحالة هذه لها هي مدلول، والدلالة هي أنه النية أصبحت مبيتة والمنظومة لا تحجب حتى نواياها الحقيقية. ولكن يا أستاذ مصعب، يا أستاذ مصعب، نحن الآن على مقربة من الجمعة 19، وملايين الجزائريين يرفضون هذا الشخص نور الدين بدوي ويقولون يجب أن يزاح من المشهد هذا الشخص، وقايد صالح وصف هؤلاء بالعصابة، ونور الدين بدوي كان وزير داخلية العهد البوتفليقي وزكى عهدات وراء عهدات وكان أحد عناصر الفساد. ولكن سؤال مطروح من قبل الشارع وليس من قبلي أنا، لماذا يفسح المجال لبقاء نور الدين بدوي على الأقل مش بن صالح مثلا؟ نعم، لأنه ببساطة الآن المنظومة الحاكمة قيادة الأركان هي في حالة ذعر وفزع وتذبذب، فهي لا تستطيع فرض منطقها، حتى أننا رأينا أنها تحاول الأمر حتى ينفذ الحراك، ولكن الحراك يعصي الأوامر. كذلك في الداخل هناك انقسامات في قيادة الأركان، فهناك الآن جناحان، جناح يمكن أن نقول لين يجنح إلى الحلول المدنية، وجناح المتمكن هو القاسي الذي له الخلفيات الاستئصالية. هذا الجناح لا يستطيع كذلك استعمال العنف، فبما أنه لا يستطيع فرض الأوامر على الحراك ولا يستطيع كذلك فرض منطق مطلق في داخله، فهو ينتهج
نهج طبيعي في الأنظمة السلطوية، وهو إعادة استنساخ المنظومة السابقة. لاستنساخ المنظومة السابقة يجب أن تكون هناك وجوه سابقة، وهذا ما يفسر تواجد مثل هذه الأشخاص، لأنه طيب. الآن كما نقول الآلة هي في حالة عطب، فلا تستطيع إلا استنساخ المنظومة السابقة لأنها لا تملك آليات التجديد. طيب سي سفيان، أعود لك من جديد، وأنت أشرت لأن الرجل قال لا طموحات سياسية لي. هذا ما يذكرنا بما قاله عبد الفتاح السيسي قبل حدوث الانقلاب، ليست لدينا طموحات سياسية لتولي المشهد السياسي، وها هو الأمر يتكرر حتى في السودان. العسكر الآن ليقودوا الدفة السياسية في السودان، هناك من يريد تأسيس حزب سياسي للعودة بعد البشير. هل ترى أن قايد صالح يخطط لهذا الأمر؟ لا طموحات سياسية لنا، ونحن نريد مرافقة الحراك الشعبي، وما إلى ذلك من هذه الشعارات البراقة. لا، شوفوا، من الناحية التاريخية، من الناحية التاريخية بالنسبة للجيش، الجيش الجزائري اللي هو جيش سليل، جيش الحدود، هو يمارس السياسة، وفي الحقيقة هو مصدر السلطات في الجزائر. لم يكن الشعب الجزائري مصدر السلطة في الجزائر، يعني كانت ربما تستعمل المراوغات القيام بانتخابات واستفتاءات، وهي مزورة، ولكن صاحب القرار كما قالها احد الصحفيين والكتاب سعد بوعقبه، الحق الالهي في تعيين الرؤساء كان قياده الجيش. الجيش كان يمارس السياسه وما زال يمارس السياسه، والشعب الان في 2019 تمكن من كما قلت من تكسير الواجهه المدنيه، لان الجيش الجزائري على خلاف ربما مرحله معينه، مرحله 65 الى 76 اللي كان فيه مجلس ثورة، ربما بشكل طغمة عسكرية مباشرة كانت هي اللي تسير وهي التي تشرع وهي إلى آخره. ولكن في المراحل ما قبل 65، يعني ما جي أو جابوا بن بلة الله يرحمه، وبعدين شادلي إلى غاية بوتفليقة، كانت الجيش يمارس السياسة ولكن بشكل غير مباشر، دائما بالواجهة المدنية، لأنهم زبناء ليس لديهم القدرة على الحقيقة المواجهة. وحتى كي تشوف الخطاب، يعني عندما بدأوا يمارسوا في السياسة، قايد صالح الذي يمثل القيادة الأركان، شوف هذا الخطاب أصبح مضحكة، يعني مضحكة. وأنا رغم أني للأسف قلت أنا يعني مصيبة طاحت عليها الجزائر، لأن في الحقيقة الأمر إذا كانت بالمستوى هذه القيادة الجيش بهذا المستوى، هذا المستوى هذا يعني مصيبة، لأن لو تدخل علينا بوركينا فاسو ربما هي يعني حرب، لو تدلع بين الجزائر والمالي ولا بوركينا فاسو علينا هم اللي سينتصرون عليه، لأن في الحروب فشل الجيوش ليس الجندي، يا با دو موفي سولدا، يا دي موفي شاف. يعني إذا كانت القيادة فاسدة بهذا المستوى المنحط هذا، اللي مش قادر حتى يدير الخطاب، ما مش قادرين حتى يراوغوا، ما مش قادرين يعطيوا حتى يعني المناورات، يعني هذا يشكل في الحقيقة خطرا على الجزائر، وما همش قادرين يحميوا الجزائر من أي عدوان خارجي، وهذا لا يمس بالجندي البسيط، بالعكس القائد الفاسد هو الذي سيضر. هذا من جهة، من جهة إقحام الجيش في متاهات السياسة، ورط في الحقيقة الأمر، هم متورطين ولكن زاد ورط نفسه، أصبحت نوعا من هناك نوع من انعدام الثقة مع المؤسسة العسكرية، مع الجيش، أصبح بداية نوع من الكراهية. وهذا أخشى، لأن عندما ترى الخطاب الأسبوع الفارط الذي أعلن على نوع من الحرب الإثنية والعرقية، وبدأت تنفذ الأجهزة القمعية والعدالة أو ما يسمى بالقضاء في الجزائر، ينفذ أوامر عسكرية، وهذا يثبت في حقيقة الأمر انعدام استقلالية القضاء، ولا يوجد هناك نوع من الفصل بين السلطات. هذا في الحقيقة يشكل خطرا على وحدة الوطن، رغم أن الشعب الجزائري يوم الجمعة والثلاثاء عن طريق الطلبة أثبت ويناضل يومين على الحفاظ على التماسك الاجتماعي، على الوحدة الوطنية، الذي يريد قيادة الجيش تدمير هذه الوحدة الوطنية. نعم خالد، أعود لك من جديد، أبرز الانطباعات التي سجلتها على خطاب قايد صالح اليوم من أكاديمية شرشال العسكرية، مع الإشارة إلى أنه خيب أمل الجزائريين مرة أخرى بعدم تناول
أو عدم الإصغاء لخطاب العقل. طبعا الحديث هنا أو الرمز هنا لهذه المبادرات، تقريبا كل 10 أيام نسمع أو نتلقى مبادرة جديدة، مرة من حقوقيين، مرة من سياسيين، مرة من أساتذة الجامعات، مرة من أحزاب سياسية، ولكن قايد صالح لم يكلف نفسه أبدا الرد على أي مبادرة. اللهم مبادرة واحدة رد على صاحبها بإلقائه في السجن. باختصار أخي عثمان لعلي أفاجئك، لأن العسكر القادة أقصد يعني دون جيش، العسكر كقيادة أركان المؤسسة القائدة تحتقر الشعب، العسكري عندنا يحتقر المدني، لا يراه أهلا للحكم ولا يراه أهلا للاختيار الحر، يراه كفتى قاصر يحتاج دائما للتوجيه والرعاية، وأخطر من هذا وذاك إلى الوصاية. نحن لازلنا ما زلنا إلى يوم الناس هذا تحت وصاية حكم العسكر، باستثناء ربما 10 سنوات من حكم بوتفليقة فرض نفسه بعصابته المالية والسياسية، هذا له كلام آخر ليس هذا مقصد، لكن إجمالا نحن تحت حكم وصاية حكم العسكر ووصايته. هذا العسكري اللي لم الكثيرون لم يستوعبوا هذا القضية الأساسية اللي عمق في عمق النظام الجزائري، الدارسون لعمق النظام الجزائري يدركون أن العسكري عندنا يحتقر المدني، هو الآن يريد أن ينقذ هذا النظام مهما وأضع خط أحمر تحت مهما كلفه الثمن، حتى وإن أحرق البلاد بمعارك مناطقية عرقية جهوية إيديولوجية وما إلى ذلك. هذا الخطر الذي يتهدد، هذا أكبر عدو خطر يتهدد الجزائر. الجزائر الآن مهددة من قوى داخلية أكثر مما هي مهددة من قوى خارجية. هذا الكلام التآمري أكثره مبالغة في التقديرات، لكن عدونا الأكبر هو الدكتاتورية جديدة يجري تنصيبها على مرأة ومسمع الجميع، ورغم أن في الحراك، رغم أن في الملايين، ورغم أن في الشعب الذي يرجع للساحات ولا ميدان أسبوعين منذ 22 فبراير. لكن في المشكل أن هذا النظام الذي يحاول أن ينقذ كيانه مهما كلفه ثمن مفلس. يعني تريد أن تقول سيد خالد، سيد خالد تريد أن تقول حتى المشاهد يفهمنا بوضوح أنه لا نية ولا إرادة لمؤسسة الجيش في تغيير الوضع من حالها اليوم إلى أحسن حال؟ البتة ليس ثمة أي استعداد أو أي إشارة حقيقية أو أي إرادة سياسية حقيقية لأي تمكين للشعب من إقامة سلطة مدنية منتخبة مستقلة. طيب ولماذا؟ ولماذا في رأيك أستاذ خالد أبقى على عبد القادر بن صالح ونور الدين بدوي؟ سمح لي فقط، الشارع يتساءل، طالما هذا قايد صالح وصف هؤلاء بالعصابة وجزء لا يتجزأ من هذه القيادة الإجرامية في عهد بوتفليقة وتعال من 99، لماذا أبقى عليهما؟ بن صالح أخي عثمان وجوده كمجرد واجهة لحكم العسكر، يستمد مبرر وجوده بن صالح لا لقدرات ولا لأهلية ولا لقوة شخصية ولا لأي شرفية، فقط مجرد واجه الحكم يحكمون من ورائه لا أكثر ولا أقل. في الأكثر هذا العناد وهذا التصلب في الموقف، هم يقولون مثلا اليوم يقول لازلنا ما زلنا على العهد نرافق، كيف ترافق الشعب في إقرار مصيره وتمكينه من انتخاب سلطته وأنت لم تغادر مكانك؟ لا. الأصل في المرافقة أن تنتقل مع المعني وتصطحبه في كل مراحل لتحقيق مطالبه، لكنك أنت لم تغادر مكانك منذ 22 فبراير. لا. أنت لازلت متمسكا بالعقلية نفسها ولازالت إدارة الآن مشكلة أخي عثمان حتى نكون صراحة ربما أكثر، المشكل الأخطر في الأمر أن الشارع الآن لا تدير داخلية سياسية، تدير بمنطق مخابرات تقسيم وضرب طرف بأطراف واختراق وتضييق واعتقال، هذه عقلية مخابراتية، هذه أورادتنا المهالك في التسعينيات، هذه فرضوا على الشعب حربا بعقلية مخابراتية، فماذا يريدون؟
من هذا الشطة أكثر طيب. من حرب التسعينات التحطيم في 20 سنة 30 سنة ما بين حرب وما بين التحطيم ماذا يريدون؟ الشعب منهك، الشعب مضطهد، الشعب خلاص. خليك معنا سيد خالد. يعني ما نعم أعود لك سيد مصعب. نعم. هل تؤكد ما قاله أستاذ خالد أنه نحن فعلا نعيش تحت سطوة مؤسسة الجيش، وعن أي مرافقة للشعب مثل ما قال قايد صالح اليوم في شرشال، خاصة أنه الآن ما تعيشه الجزائر تضييق أمني شديد، مراقبة مشددة، اعتقالات للناشطين، رمي مسألة الرايات الأخرى خلافا لراية السيادة الوطنية، وإقحام الشعب الجزائري في نقاشات فرعية ليست أصيلة، ليست أصلية مثل ما دعا له الحركة الشعبي منذ 22 فبراير. نعم، سأربط هذه الجزئية مع جملة القائد صالح أنه لا طموحات سياسية للجيش، وفي الواقع لو تناولناها بعقلانية أنا سأصدقها، لأن الجيش صحيح ليست له طموحات سياسية، لأن العسكر طموحاته استبدادية، هو يستخدم السياسة ويفسدها حتى يبقي على سطوة الاستبداد. فهنا الجزئية، هنا المحور، المعلم هو السلطوية والاستبداد. فالآن لو نذهب إلى الوقائع، قيادة الأركان تقوم بخطابين، والأسبوع الماضي 3 خطابات حتى في الأسبوع، تمنع رايات كما ذكرت رغم عدم اعتراض الدستور عليها، تلقي شبابا هكذا لأنها توظف القضاء، تلقيهم في السجون، وهنا الحديث عن فصل السلطات وتدخل العسكر في القضاء، كذلك تتدخل في الاقتصاد، قايد صالح تحدث في الاقتصاد. صحيح. تبقي على حزب الأفلان، تبقي على النقابات وتضع فيها الفسدة، ثم تأتي وتقول أنها لا تتدخل في السياسة. طبعا هذا لأنها تعتبر طبعا المدني قاصر عاجز عن فهم الواقع. مع ذلك في الجزائر تاريخيا كما ذكرنا العسكر هو السلطة الفعلية، لكن ذكرت أنه لا نية للعسكر في الإصلاح. هذه الجزئية كذلك خاطئة، لأنه الآن النوايا والمقدرة على التنفيذ لم تعد في يد قيادة العسكر. طبعا هو داخليا يريد أن يبقي على قبضته محكمة، ولكن هذا انفلت لأنه فيه انشقاقات داخلية، وكذلك الحراك أضرم الحرية في جسده، فهو يحاول الانتقام ولكن ليست له الوسائل، فيذهب لمثل هذه الألعاب البسيطة التي من الجيد أن الحراك يفكها ربطة، ولذلك حتى وجه النداء للمتظاهرين الجمعة المقبلة أن يقلبوا صفحة الرايات وصفحة الهوية، لأن هذه لعبة وتمت حلها وتم إضعافها ورميها كباقي الألعاب. فالآن نرجع إلى المحور الأصلي، وهو سقوط النظام، ذهاب الحكم إلى المدني ولا لعسكرة الدولة. يجب أن نعيد النظر إلى ونعيد البوصلة إلى اتجاهها الحقيقي. فطبعا الآن هذه الوضعية، الانتقال إلى المدنية، لم يعد شيئا فقط نطالب به هكذا، يعني من باب يعني فلنقل الأريحية والديمقراطية، هي أصبحت حالة ملحة، أصبح طلبا وحتمية ملحة، لأن إما المدنية في الجزائر والإقلاع الحضاري، أو العسكرة والانتكاسة الخطيرة، لأن الطغمة العسكرية لا تريد أبدا الخير بالبلاد. ونحن كنا نقول حتى لما زكوا الرئيس المزاح أن الخطر الآن لم يعد فقط هو الوحدة الوطنية، وإنما أصبحت الدولة في خطر. نعم. يعني علينا أن نفهم، فالدولة هي الأصل، هي العمود الفقري للجغرافيا وللوطن، فلما تعود الدولة في حالة تهديد فيجب التغيير، وهذا ما لا يفهمه الطغمة العسكرية، لأنها الآن هي في حالة نفسية محبطة، فهي فقط تضمر الشر للحراك وتحاول كسره مهما كان الثمن كما يقولون، لكن ذلك ليس بيدهم، ليس بوسعهم، لأن مقاليد تسيير الأمور خرجت من يدهم وأصبحوا في قوة ندية تواجههم هي الحراك. فلذلك أنا أركز على جزئية الانقلاب، لأنه طيب. نعم. أستاذ سفيان، هل تؤيد ما ذهب الأستاذ مصعب بأنه نحن نعيش تحت وطأة الانقلاب، خاصة مع هذه الإجراءات؟ الآن مؤسسة الجيش وعلى رأسها قايد صالح يرى بأن كل من يخالفه فهو بوق، هو تناول ذلك حتى اليوم في خطاب شرشال، وصف هؤلاء بالأبواق السياسية، يقصد الذين يخالفونه الرأي، الذين يقولونه كفى العسكري، العسكريتارية للعسكريين والشؤون السياسية للسياسيين، هو يرفض هذا، ووصف هؤلاء بالأبواق السياسيين، كأنه يتحدث عنك أنت وعن الأستاذ مصعب وعن ضيوف المغاربية وعننا نحن،
أيضا لأننا نأتي بالرأي الرأي الآخر ونتكلم عن أنه ماذا تريد الجزائر الجديدة خلافا لجزائر سنوات العجاف، فهو وضع هؤلاء كلهم بين قوسين الأبواق السياسية. أولا ما هو التعريف للانقلاب العسكري؟ في القاموس عندما ترجع للانقلاب العسكري هو سلطة تستولي على 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 الحكم بطريقة غير قانونية. ما يقوم به العسكر من الناحية القانونية ممنوع أصلا، يعني المادة 28 من القانون الأساسي للمستخدمين العسكريين يمنع منعا باتلا، لأن قايد صالح أو الفريد قايد صالح بغض النظر نائب وزير الدفاع أم لا هو عسكري أو سيرفيس، يعني في الخدمة، وبالتالي المادة 28 تمنع منعا باتلا أولا في التدخل في السياسة، وهو واجب التحفظ الذي يقمع به بعض من العسكريين السابقين ويدرجهم في السجن باسم أنهم انتهكوا واجب التحفظ، بينما هو وبعض من العسكريين المتقاعدين الذين يؤيدونه ويشاركون يوميا في بعض القنوات لا يطبق عليهم قانون. إذن الدستوري هذا الدستور تاعهم نفسه يمنع من القيام بهذه وإعطاء الأوامر للسلطات المدنية. يعني الخطاب الأخير أو قبل الأخير اللي متعلق بالراية ويقصد بها راية الثقافة الأمازيغية يعطي الأوامر للسلطات المدنية من الشرطة والقضاء القيام بإجراءات غير قانونية، لأن القانون العقوبات لا ينص على تجريم مجرد رفع راية سواء كانت جزائرية أو غير جزائرية، لا يمنع، والمادة واحدة من قانون العقوبات تنص على لا جريمة ولا عقوبة إلا بالنص، لابد من نص قانوني وضع مسبقا لكي نجرم متصرف ونعاقبه. إذن كل هذه الإجراءات خارج القانون يمارس السلطة خارج الدستور، وهذا هو الانقلاب العسكري. أما عن القيام بالاتهامات، هو لابد أن يفهم الفريق قايد صالح من حقه أنه يتهمنا، ولكن نحن كذلك سنتهمهم بارتكابه بجرائم الحرب. وزيره السابق للدفاع الوطني الجنرال خالد نزار متابع بجرائم الحرب في التسعينات، ولازم يعرف الفريق قايد صالح لا أتكلم فقط على المرحلة البداية المرحلة مشاركته في الاجتماع السري وهي المؤامرة لا كونسبيراسيون التي قاموا بها في مقر أركان الجيش البري في عين نعجة، واتخذت قرار غير دستوري بانقلاب على رئيس أنذاك شرعي وهو الرئيس شادلي بن جديد، بل فقط أنه كان قائدا للقوات البرية وأن بعض الوحدات العسكرية تابعة للقوات البرية، وهذا ما يذكره شهادة الضباط السابقين سمراوي في كتابه لا سال غير في الحرب القادرة، تورطها في جرائم الحرب في قتل واختطاف مع الدياراس مع المخابرات دياراس، وأن القائد العسكري الذي يعلم أو يفترض أنه يعلم بجرائم ارتكبت من بعض أعوانه يعني من جنوده ولا يقوم بإجراءات معاقبة هذه الأشخاص. على ذكر معاقبة هؤلاء الأشخاص سفيان، تم معاقبة هؤلاء الذين رفعوا هذه الرايات الأخرى غير العلم الجزائري، القضاء مباشرة أمر بإيداع هؤلاء السجن المؤقت في الحراش على ما أعتقد. أتى الدور الآن حتى على المناصرين الذين ذهبوا لتشجيع المنتخب الوطني الجزائري. السلطات المصرية طردت 3 مناصرين بمجرد وصولهم للجزائر، أودعوا السجن سجن الحراش وسيحاكمون في اليوم 7 من جويلية. نعم سأتي إليه فقط على قايد صالح ليتهم. هو متورط في جرائم حرب، لا عليه أنه يفهم بأنه أنك مجرم حرب، أنك تتابع في جرائم الحرب اللي هي التي لا تسقط بالتقادم. هذه من جهة، من جهة اجتماعاته في الحلف الأطلسي بجانب قائد الجيش الإسرائيلي الذي يقتل الفلسطينيين يمنح له أو ينزع عنه أي سلطة أخلاقية لإعطاء الدروس في الوطنية وفي حماية العروبة وإلى آخره. هو الجلوس مع الجيش الإسرائيلي ينحية من العروبة ليحاول يستغلها. أما قضية أنه الوصول، لأن في حقيقة الأمر سجناء الرأي، وهذه في الحقيقة هذه لأن عندما كنا نناضل ضد قمع الإسلاميين تاع الفيس، أنا أعتقد لأن مش كل الإسلاميين دخلوا السجن أو كان محل القمع، بعض كان هنا إسلاميين تورطوا حتى مع النظام ومع نفس الوقت نتكلم على الموضوع، وإنما المناضلين الفيس
لأسباب سياسية ولأسباب رأي سجنوا وقمعوا، وهذا السوابق الذي كنا نحاربها ونعارضها على أساس أنها ستشجع المزيد، وهو الآن في حقيقة الأمر أن النظام يواصل وقمع يعني مجرد بعض مناصري للفريق الوطني باستعمال وسيلة رمزية سلمية لا تدعي إلى العنف ولا تستعمل العنف بعد ترحيلهم من النظام الدكتاتوري في مصر. يتم الآن إيداعهم اليوم حاليوم إيداعهم الثلاثة السجن وهم سجناء الرأي. نحن في حالة من تزايد سجناء الرأي، وهذا دليل على النظام، هذا النظام القمعي، النظام مازال يستعمل نفس الطرق القمعية لسبب وحيد وهو السبب التعبير عن الرأي. قد نختلف في الرأي، هذا أمر عادي، وإنما من حق أي إنسان أن يعبر رأيه خاصة في الشأن العام، لأن الشأن العام متعلق يتعلق بالشأن حياتي أنا وأنت والغير، يعني الشأن العام وهي السياسة هذا تهمنا ومن حقنا أن نتكلم ونعطي رأينا. وعلى الأساس فريق قايد صالح عليه أن لا يكثر في المزايدات وإعطاء بعض التسميات، لأن نحن كذلك نتهمه بجرائم الحرب كذلك التي لديه مسؤوليته في التسعينات. بالضبط. أستاذ خالد حسن، أعود لك من جديد. أمام هذه الإجراءات الأمنية من قبل مؤسسة الجيش تحديدا، لأن مؤسسة الجيش الآن تدخلت في صلاحيات وزارة الداخلية المكلفة بالأمن، بضبط الأمن واستقرار، خاصة مع المسيرات مع الاحتجاجات يوم الجمعة خصيصا. إذن أمام هذا الإصرار، إصرار مؤسسة الجيش والحراك أيضا، إلى أين نحن ذاهبون؟ هذا هو السؤال الآن. كثيرون يرونه مشروعا، إصرار الحراك الشعبي السلمي على تحقيق هذه المطالب، على تجسيد الإرادة في التغيير، ذهاب النظام الفاسد والمستبد إلى نظام يخدم الجزائريين جميعا. وفي المقابل نرى مؤسسة الجيش ما تزال تركب رأسها، هكذا يصفها المراقبون، يقولون بأنه مؤسسة الجيش تريد فقط أن تنتصر لما تراه صائبا، وهذا ما يرفضه الملايين من الجزائريين. أستاذ عثمان، من ينحاز إلى الفرع هو الذي ينحاز إلى الأصل، وليس الأصل الذي ينحاز إلى الفرع. هذا منطق العقلاء من قديم الزمن. الأصل هو الشعب، والفرع هو مؤسسة الجيش، مؤسسة عسكرية. كيف تطالب مؤسسة عسكرية التي يملك الشعب، كيف تطالب من هذا الشعب أن يستجيب لمطالبها؟ هذا منطق معكوس مخلوق. الآن تحولت من مبارك لحراك هذا الشعب إلى حاكم فعلي وطرف أساسي في إشعال نيران الأحقاد والصراعات واستدعاء التاريخ واستدعاء الجدل الهوية والمعارك المناطقية في هذا الزمن الدقيق الذي نعيشه اليوم. فهذه المؤسسة لا نستطيع قيادتها، طبعا لا تؤتمن على شعب ولا على حكم ولا على إدارة ولا على سلطة، بدليل أربع الأشهر التي نعيشها اليوم تحت حكم السلطة الفعلية قيادة أركان، فترة متقلبة، فترة انقسامات، كل الصراعات التي عشناها منذ الاستقلال استدعتها قيادة أركان بوعي أو بغير وعي، بمنطق استخباري أو بمنطق تآمري ضد هذا الحراك لإنهائه وإجهاضه فقط لتبقى. أي منطق؟ هذا منطق انتحاري. قيادة أركان تقود البلاد إلى انتحار سياسي، تقود البلاد إلى انسداد. الآن الشعب يطالب بمطلب واحد مركزي على اختلاف توجهاته وتياراته ومكوناته، تمكينه من إقامة سلطة مدنية منتخبة مستقلة مع توفير الشروط وتهيئة الظروف. هل هذا مطلب تعجيزي؟ هل هذا مطلب تعجيزي؟ ما الذي تريدونه من هذا الشعب؟ الشعب هذا الذي أخضع في حرب في التسعينات، ثم أخضع بنهب ونهش، نهبت خياراته ونهش هذا المجتمع وحطم في العشرين سنة الماضية، ما الذي تريدونه أكثر مما فعلتم به؟ ثم تطالبونه الآن بأن نجيب لقيادة الأركان بعد ماذا؟
لم تتركوا فيه عقلا ولا وعيا ولا 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 رايا. يا سبحان الله، هذا منطق الانتحار التدميري. معذرة، تحولت السلطة الفعلية من قوة معطلة الآن إلى مشعرة حرب، إلى مشعلة حرائق. والحذر الحذر الذي ما أخشاه هو أنها تزرع بذور الصراع والصدام، ثم تشعل الحرائق، ثم ولي تنزوي وتصبح طرفا حاكما بين أطراف متصارعة. هذا الذي تريده، تريد أن تتحول إلى طرف حاكم فصل بين إيش؟ بين شعب متخاصم، بين شعب متقاتل. وهذا لن يكون بإذن الله، لأن الشعب أوعى من أن يقع في فخ الاستدراج. ولن نتصادم مع قوات الأمن، ولن نتصادم مع جيش الاحتلال مطلقا. هذه النقطة التي أفشلت كل مخططات السدرجة في الجمعة الماضية فقط في مسألة قضية الراية الأمازيغية في فترة الصباحية، وكنت حاضرا شاهدا هناك كم هائل من الاستفزازات، من الخطف والاعتقال والضرب والسحل والإهانة، لكن بالمقابل مع الحرك ضبط نفس رائع عالي. يعني شباب على تهوره واندفاعه، لكن العقلاء تحكموا في الوضع وأوذينا وصبرنا واحتسبنا. كل هذا من أجل أن لا نستدرج إلى سبب ولن نستدرج. شكرا لك سيد خالد، شكرا جزيلا لك سيد خالد. شكرا. خالد حسن مدير تحرير مجلة العصر الإلكترونية، كنت معنا من الجزائر عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. أستاذ مصعب، أعود إليك تعليقا على ما كان يقوله أستاذ خالد. إلى أين نحن ذاهبون أمام هذا الإصرار، إصرار مؤسسة الجيش على تجاهل كل هذه المبادرات الصادرة عن السياسيين أو المحامين أو الحقوقيين أو حتى عن الشخصيات الوطنية والتاريخية؟ الآن ليس هنالك حديث عن الحوار، ليس من الأولويات، هذا الذي استخلصه كثيرون. إلى أين نحن ذاهبون؟ نعم، في الواقع كذلك، إجابة على ما صرح به القائد صالح في بأن المتحدثين الإعلاميين هم أصوات لا أدري ماذا، أذكر لأربط بسؤالك أستاذ عثمان أن صحيفة عالمية مثل الفاينانشال تايمز عنونت في أحد مقالاتها النظام لا يستحق شعبه. فهذه أظنها عبارة موجزة وملخصة لملخصة للوضعية. أما الآن فحالة النظام كما قلت هو يضع نفسه في الزاوية الضيقة، لأنه بحالته الحالية بوضعيته الحالية إن كانت حتى داخليا مع تغير الأجيال فهو ليس في وضعية مريحة. فهو الآن دخل كما أسميها دائما في حالة عته، هو فقد البوصلة تماما. فلذلك علينا حتى أن نتجاوز خطابات قايد صالح، لأنه علينا أن نرى ما خلف ذلك. قايد صالح في النهاية هو فقط إنسان تأتيه خطابات، له حيز طبعا من المناورة، ولكن في نهاية المطاف تأتيه مقالة فيغمس أعينه فيها ويبقى يردد حتى بالتهجي. فالوضعية الآن ستبقى على حالها، وإن كانت قيادة العسكر تظن أن لها زمام المبادرة فهذا خطأ، لأنه هي تقوم بالألاعيب ليلا ونهارا، تحكها في الظلام وفي دهاليزها المظلمة، ثم يأتي الحرك ويكسرها بكل سهولة. لأنه الآن بعد مضي كل هذه الجمعات يعني أصبح الحرك جسما صلبا واحدا ومكونا يستطيع مواجهة الألعاب، خاصة أن له سابق خبرة بما حدث في الوطن العربي والانقلابات السابقة. فالآن ما يحدث أنه ترنح العسكر سيعقد عليها الأزمة. وأنا أذكر أنه رفعت شعارات في الجمعة الماضية، من بينها بسيط بينا، من بينها قايد صالح الحراش، من بينها طبعا صالح قايد صالح مع الخوانة. فالقيادة يجب أن تلتفت لمثل هذه الشعارات، وأنا أظن أنها تفعل ذلك، لأنه هنا واضح التصعيد. فلحد الآن الحراك كان يفسح مجالا للقايد صالح وللعسكر كي يكون لهم مخرج، كي يكون محاورا، كي يكون مرافقا، ولكن الآن بهذه الصيغ فهو وكأنه يصعد ويطالبهم بتغيير المنهج، وإلا سيقاضيهم وسيمتلون أمام القضاء في مرحلة من المراحل. فيجب الانتباه لهذه الجزئيات، لأن العسكر يخطئون إذا كانوا يرون أنهم في موقف مريح. الآن ما على العسكر فعله هو تقديم الضمانات، لأنه لا يمكن الاستمرار بهذا المنطق.
هم لا يحجرون نفسهم في زاوية ضيقة لا تنفعهم أصلا. فلذلك عليهم تقديم الضمانات بإعادة السيميائيات، بإعادة الحجاجيات والسرديات، ثم عليهم أن يقدموها فعليا. هم لم يقدموا شيئا، لم يقدموا شيئا. وأبرز شيء على ذلك خطاب الطمأنة والتهدئة للجزائريين، ما زال مفقودا في خطابات قايد صالح لحد الساعة. فهو فقط يبيع مثل ما قال كثير من المراقبين الوعود البراقة لا أكثر ولا أقل. هذه حالة العدهة التي أصفها، لأنه تتخيل يعني، فليتخيل معي المشاهد أنه خلية الأزمة اجتمعت في قيادة الأركان، تشاوروا بينهم، ماذا كان المخرج؟ اختلاق أزمة. يعني أشياء لا يمكن أن يقبلها العقل، أشياء غريبة جدا. فلذلك عليهم أن يراجعوا، نحن نقول لهم طيب. يعني بصريح العبارة راجعوا هذه المواقف، لأنها لن تزيدكم إلا من وضعية التعقيد. فلذلك صحيح. عليهم أن يقدموا ضمانات من قبل إطلاق هؤلاء المساجين وجميع المساجين الرأي. على ذكر المساجين، سمح لي أستاذ مصعب، بنضم إلينا الآن عبد الله بن نعوم الناشط حقوقي، وكان أحد الحاضرين لهذه الوقفة التي نظمت اليوم، وقفة تضامنية مع السجناء السياسيين، طبعا سجناء الرأي اللي هم ما زالوا وراء القضبان منذ التسعينات. أستاذ عبد الله نرحب بك، أولا ضعنا في صورة هذه الوقفة التي نظمت اليوم في جزائر العاصمة. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا أستاذ عبد الله. والله اليوم بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، دعت التنسيقية الوطنية لعائلات المختطفين أيوة. إلى هذه الوقفة، والوقفة هذه باش تذكر يعني حالات التعذيب النفسي والتعذيب ربما المعنوي الذي يتعرض له السجناء والذي يتعرض له من حولهم من الناس من الأقارب والعائلات. عائلات المختطفين تعرف الألم هذا وتدرك أن المغيب سواء بحكم قضائي ظالم أو بحالة إخفاء قسري هو حكم يؤدي في النهاية إلى 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 ألم، هو عبارة عن جريمة تعذيب. لما نتكلم عن التعذيب بصفة عامة في السجون، يعني الجزائر أنا نظن عنها ملف أسود سواء في التسعينات أو في الفترة الأخيرة. أنا كنت في السجن وأشهد أنه الوضع المزري داخل السجون يعطي الانطباع بأن الجزائر ما خرجتش من حالة من حالة ربما لا أقدر أن أصفها إلا بالدول المتخلفة. أنا في يوم من الأيام كنت أسمع وزير العدل وأنا داخل السجن على قناة اليتيمة يتكلم عن الأحكام البديلة، عن الحكم السالب للحرية، وأنا أسمع كان معي السجينين أو ثلاثة من الحق العام، قلت لهم هذا الوزير هل هو وزير عدل الدولة الجزائرية أو وزير عدل الدولة الاسكندنافية؟ يعني خيال، يعني وهم عايشينه، يعني سياسة لفصاد، يعني الحقوق تاع لفصاد أنا اكتشفتها خلال هذه السنة. لما نتكلم عن هذا الوضع بصفة عامة، يعني وضع السجناء السياسيين، أنا شفت ناس ماتوا سياسي، يعني داخلين في القضايا السياسية ماتوا أمامي في السجن بالإهمال تحت الإهمال الطبي. يعني الإنسان ضاع منذ شهور وهو يعاني في الألم. طيب أستاذ عبد الله، ألا ترى بأنه من الغرابة بقاء أو استمرار هؤلاء وراء القضبان منذ التسعينات، رغم أنه القضاة بعض القضاة لا أقول كلهم في الأسابيع الأولى خرجوا قالوا حتى الأحكام الخاصة التي أسست في التسعينات أسست على عجل وهي على باطل ولم تكن بتلك المعايير الدولية المعروفة ولذلك فأحكامها باطلة؟ إذن لماذا يبقى على هؤلاء سجناء الرأي؟ لأنهم مثل ما يقول ذووهم وأهليهم
وعائلاتهم ومنظمات حقوقية عمرهم ما كانت لديهم علاقة بالإرهاب، لماذا يترك هؤلاء وراء القضبان لسبعة وعشرين سنة؟ لما تطرح السؤال أستاذ عثمان، يعني ما الذي تغير يعني حتى نطرح السؤال هذا؟ ولذلك ولا شيء تغير من سواء من منظومة القضائية أو حتى إذا ذهبنا إلى الحل السياسي، الأمر لم يجد مساره الحقيقي. ولذلك العصابة هي التي قررت في ذلك الوقت، وهي التي تقرر اليوم ببقاء هؤلاء وراء القضبان كرهائن أسرى، هكذا أنا يمكن أن أصفهم. ولذلك يعني البعد السياسي في القضية غير مطروح، البعد القضائي غير مطروح، لأن القضاة الذين قضوا في تلك السنوات ربما هم خلف لقضاة خلفهم الآن يمشي على منوالهم وبنفس النصوص القضائية القانونية، يعني لأن المشرع لم يتغير، وبالتالي المنظومة هي للعصابة ومن يخلفها اليوم أو الجزء الذي بقي منها. ولذلك الناس اللي بقي في السجون الآن، سواء لما نتكلم عن السجناء السياسيين أو سجناء الرأي والتعبير لقضايا متعلقة بالفترة الأخيرة، أو حتى سجناء الحق العام، إذا الوضع مزري. أي نعم. لما نتكلم عن السجناء بصفة عامة، أنا الآن لو أروي لك ما شاهدت وما عايشته يمكن أن تصدم. يعني أخي كريم، الواقع في السجون يعني فظيع، يعني صعب جدا أننا نستوعبوه. صحيح. ولذلك ممكن كاين الناس ما يصدقوش أنا ممكن واش نقول. إذن لما نتكلم عن السياسيين، سجناء الرأي الآن وسجناء السياسيين، لا شيء تغير، وبالتالي علينا النضال ثم النضال. طيب. من أجل تحرير هؤلاء حتى تتغير العصابة، عندها سيتغير وضع هؤلاء. وما ضاع حق وراءه مطالب. سيد عبد الله، شكرا جزيلا لك. عبد الله بن نعوم الناشط الحقوقي، كنت معنا من الجزائر عبر الهاتف. وعلى ذكر السجناء السياسيين، ذاكرة تأبى النسيان. فعلا أستاذ سفيان، أنت أدرى الناس بهذا الملف، ملف ثقيل جدا، بهذه الجرائم التي طالت هؤلاء من سموا سجناء الرأي أو سجناء سياسيين، الذين قالوا لجنرالات فرنسا الذين تخرجوا من فرنسا بأنه لا للانقلاب، لا بد من نقول نعم للإرادة الشعبية، لا لمصادرة اختيار الشعب، ولكن كان الحل هو اعتقالهم ثم إدخالهم السجون، ومنذ تلك الفترة ما زالوا وراء القضبان. ماذا يمكن أن نقول؟ والمناسبة دوما هي مناسبة الذكرى العالمية، مناسبة العالمية الدولية لمناهضة التعذيب.
شوف، هو في الحقيقة كان أكثر من ذلك، البعض تمت إدانتهم في المحاكم الخاصة، وأنا كنت شاهد على ذلك في أواخر التسعينات يعني تقريبا، وهي بمجرد أنه أجاب بالإجاب يعني أنه يصلي وله اللحية تمت إدانته، يعني بمجرد يعني أنك تصلي وعندك اللحية هذا يثبت على أنك متورط مع جماعة إرهابية. يعني لابد من التذكير، وهو الأمر أكثر خطورة. تعرف أن هذه القوانين الاستثنائية التي أنشأت، خاصة القانون المتعلق أو المرسوم التشريعي المتعلق بمكافحة الإرهاب، والذي أنشأ هذه المحاكم الخاصة، لا أتكلم فقط عن المحاكم العسكرية وإنما المحاكم الخاصة، وهي محاكم استثنائية لا تتوافر على أدنى الشرط للمحاكمة العادلة. في 95 بعد هناك نوع من الضغط الدولي على النظام الجزائري، فرض على النظام أن يلغي هذا المرسوم التشريعي، ولكن قام بشيء أكثر خطورة، وهي كثير من البنود من هذا القانون أو المرسوم التشريعي تم دمجهم في القانون العقوبات والقانون الإجراءات الجزائية، خاصة في الاختصاص الضبطية القضائية فيما يخص مكافحة الإرهاب وتعريف الإرهاب اللي هو تعريف فضفاض، أي شخص يمكن أن يتهم، أي تصرف شخص عادي يمكن أن يتهم بالإرهاب. وبالتالي عندنا نحن الآن وهذه الخطورة قوانين استثنائية أدخلت في قانون عادي، وهذا هو الأخطر في ذلك. إذن ما نراه الآن هو استمرارية الظلم هذه الأشخاص في حقيقة الأمر الذين تمت محاكمتهم سواء من قبل القضاء العسكري اللي هو قضاء استثنائي لا يحق له أن يحاكم المدنيين في جرائم سياسية، جرائم رأي. هناك إجراءات تمت كذلك في محاكمة هذه المحاكم الخاصة التي لا تتوفر على المحاكمة العادلة، وأنشئت من قبل نظام انقلابي عسكري إلى آخره، أصدر أحكام جائرة. والآن حتى الأخ بن نعوم تكلم على الظروف القاسية اللا إنسانية، والتي تعتبر من ظروف يعني المعاملة القاسية التي تحضر باتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقتها الجزائر، والتي الأمم المتحدة يعني تبرمج من كل سنة اليوم كيوم العالمي لمناهضة التعذيب. إذا نحن في استمرارية هذا الظلم، استمرارية النظام الذي يظلم، يعني وهذا عدم القيام بإطلاق سراح هذه الأشخاص اللي تجاوزت مدة الاعتقال لأكثر من 20 سنة، يدل على أن أصحاب القرار من العسكريين يعني من القيادة العسكرية نوع من الحقد. يعني إنسان صحيح. يعني بصراحة يعني لو نسألك أنت يا عثمان والعب دور المحامي الشيطان يعني لافوكادو ديابل، أعطيني فقط مبرر مثلا مواطن علي بن حاج هل يشكل على خطر على الأمن القومي الجزائري؟ يعني هذا الشخص الضعيف يعني مع كل احتراماتي أي جي شاب يخطفه، يعني ما عنده قوة أصلا يعني جسدية يعني صحيح. فقط يعني أعطيني مبرر، يعني مبرر ما يتعرض له يوميا يعني الظلم يعني صراحة أي بلد هذا، أي بلد يعني. وأقول في الحقيقة الأمر أسكن هو المواطن الجزائري سواء من ناشط سياسي من رئيس حزب سياسي له ضمانات أنه لا يتعرض غدا ما يتعرض له مثل علي بن حاج، أعطيني أي ضمانة يعني. حتى رئيس هو الذي زاد في تأزيم هذه القضية هو سكوت النخبة، سكوت الأحزاب، سكوت الحقوقيين أقصد خاصة في الداخل عن هذه الجرائم فتكررت مثل ما تقول الآن. يعني رغم أنها كانت مواقفها مشرفة في البداية التسعينات لويزا حنون رئيس حزب سياسي الآن تحاكم أمام قضاء عسكري غير مختص، لأن في الحقيقة حتى ولا البعض القانونيين الجزائريين يقولون هذا منصوص عليه في القانون، ليس كل ما هو قانوني فهو أخلاقي، يعني هناك قوانين ظالمة، قوانين هناك ظالمة، الأبرتايد كان بنصوص قانونية، النظام النازي كان بنصوص قانونية، ولكن قانونية ظالمة التي تنتهك حقوق الإنسان، تنتهك الاتفاقيات الحرية، يعني حتى رئيس حزب سياسي معتمد وأعتقل يعني اعتقلت يعني ما ياخذوش حتى بعين الاعتبار
حتى الجنس، يعني أن مرأة في شهر رمضان تجلسها في حبس، يعني هذا يعطيك طبيعة يعني القلب اللي عند، يعني الكراهية والحقد الموجود عند هذه القيادة العسكرية. طيب. وبالتالي لابد أن الناس تتضامن مع كل المساجين، مع كل يعني المظلمين بغض النظر عن التيار وعن المواقف وعن الآراء تاعهم. هذه سنة الحياة. نعم. البشر يختلفون في حقيقة الأمر، ولكن لابد أن لا نختلف في قضية الظلم. الظلم لابد أن نحاربه. صحيح. من أي جهة كانت. وهنا أطرح السؤال على الأستاذ مصعب، نحن الآن منذ 22 فبراير وخطاب الطمأنة والتهدئة للنفوس وفسح المجال للتغافر للتراحم للتوادد بين الجزائريين ما زال مفقودا في خطاب قايد صالح. خصيصا أقول قايد صالح، لماذا؟ لأنه هو صاحب سلطة القرار الآن في الجزائر. لماذا في رأيك أنت يبقى على هؤلاء وراء القضبان، رغم أنه يقول أنه جزائر الأمس خلاص انتهينا منها ونحن ذاهبون للجزائر جديدة، جزائر تحكيم القانون، عدالة اجتماعية، جزائر تحكم من قبل أبنائها وليس العصابة مثل ما وصفها هو. لكن مثل ما كان يقول الأستاذ سفيان، هذه التصرفات ما تزال سارية، ما تزال موجودة في واقع الجزائريين المعيش. نعم، هذا هو خطاب اللؤم، فيه كثير من الشر المضمر. يعني خطابات قايد صالح إن كانت تنقسم من ناحية السردية إلى خطابين، خطابات فيها نبرة أبوية وخطابات بنبرة ستالينية، وفي كلتا الحالتين هناك إضمار للشر يعني لا يكاد يكون خفيا. ولذلك فما نقوله هو أن الآن قيادة الأركان هي وضحت موقفها نهائيا، هي لم تعد كما تقول مرافق للحراك وكما تأتي في نصوصها، هي الثورة المضادة في حقيقة الأمر، لأنها تستعمل في سردياتها مغالطات يمكن وصفها يعني بالأكاذيب، وكذلك ممارستها في الميدان بزرع كل ما يفرق الحراك إن كان من الناحية العرقية أو حتى من الناحية البنيوية. عندما نرى الأساتذة النظاميون وهم يحاولون تمزيق حركة الطلبة، لكن الطلبة أكثر نباهة فيفشلون ذلك. عندما نرى الأموال التي تصرف من أرباب المال الفاسد على لوبيات وعلى مجموعات لكي تفرق الشعب في جمعته كذلك، يعني واضح أمر العسكر. ونحن نقول أنه الآن ما يكنونه هذه الطغمة العسكرية، ما تكنه في نفسها هو شر عظيم، لأنها لا تريد أن تغفر لهذا الشعب ما فعله بها، رغم أنه شرعي ما قام به هذا الشعب، لأنه تحمل الكثير، عانى الكثير حتى طفح كيله فخرج غير مبال لأنه لم يعد له ما يخسره. نحن نتذكر مقولة بلد غني وشعب فقير. نعم. هم لا يتذكرونها لأنهم يسكنون في أبراج عاجية وفي مناطق خضراء وكأنها بلدان أخرى. فلذلك هؤلاء حسهم ليس شعبيا، هم يحاولون فقط كيف يراوغون لكي يسددوا ضربة تجعل الحركة في مقتل. الآن الشعب عليه أن يكون فقط نبيها ومتنبها لكي لا يقع في مثل هذه الفخاخ، وأن لا يتمادى، يعني أن لا يتوغل، فبمجرد أنه يحبط ويفشل مناورة فينتقل إلى المطالب الأساسية وهي تغيير النظام، لا لعسكرة الدولة، ودولة مدنية بحكومة منتخبة من الشعب مباشرة، وليس مبدأ التعيينات والتلفيقات والمراوغات. العسكر الآن موقفه واضح، هو يضمر شرا جسيما، فإما على الحراك أن يتقدم وأن يغير كل شيء. نعم. وهو بإمكانه ذلك وهو في الطريق إلى ذلك، إن هو إلا صبر وسويعات، وإلا فإن فشل فستكون الجزائر ساحة إعدام واسعة. هذه علينا أن نفهمها جيدا، لأن العسكر لا يغفرون مثل هذه الخراجات لشعوبهم، لأن العسكر في المنطقة العربية ومنطقة شمال إفريقيا وإفريقيا منطقهم جبلوا على كره المدني، يعتبره ليس إنسان، يعني عليه فقط أن يكون مملولا لهم لأنه على قيد الحياة، فلا تهم وضعيته إن كانت في فقر أو في احتياج أو في ذل. فلذلك على الثورة أن تستمر، عليها أن تستند على ركائزها وعلى أركانها. شكرا لك أستاذ مصعب. أحسنت أستاذ مصعب حمودي، الباحث الأكاديمي المحلل السياسي، كنت معنا من باريس عبر خدمة سكايب.
شكرنا أيضا للأستاذ سفيان شويتر المحامي والخبير في العدالة الانتقالية والمحلل السياسي، كان معنا من كندا عبر خدمة سكايب. وشكرنا أيضا للأستاذ خالد حسن مدير تحرير مجلة العصر الإلكترونية، كان معنا من الجزائر عبر الهاتف. دون من أنسى الأستاذ عبد الله بن نعوم الناشط الحقوقي والسياسي، كان معنا من غليزان ولاية رقم 48 من ولاية الجزائر. شكرا لكم أنتم أيضا مشاهدينا الكرام، وتغطيتنا ما تزال مستمرة ونحن على مقربة من الجمعة 19. الحراك ما زال مستمرا نحو تجسيد إرادة الشعب الجزائري في التغيير من حاله اليوم إلى أحسن حال. شكرا لكم.